سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام مشاهدينا الكرام لا يعني غياب الصراعات، فالاختلافات باقية طالما ونحن باقون في هذا الوجود، لكن السلام يعني إيجاد آلية لحل هذه الاختلافات بالمعرفة، بالثقافة، بالتعليم، بالطرق الإنسانية وغيرها الكثير. ولذلك جاء برنامجنا النساء والسلام لنتعرف عن آليات عملية السلام في اليمن وعن دور النساء فيها. ويسرنا في حلقة اليوم أن نستضيف الأستاذة هناء مقبل، ولكن قبل أن نبتدئ معها حوارنا ونقاشنا في هذه الحلقة دعونا نتوقف مع هذا الريبورتاج للتعرف عليها أكثر ثم نعود. هناء عبد الفتاح مقبل محامية وناشطة في المجتمع المدني، عضوة في الحوار الوطني الشامل فريق الحقوق والحريات، تحضر الماجستير في القانون الدستوري، عضوة نقابة المحامين اليمنيين، عضوة ملتقى النساء في السياسة على مستوى الوطن العربي، عضوة في مبادرة شركات السلام، مؤسسة في التوافق النسوي اليمني من أجل الأمن والسلام، ومنسقة لجنة الأسرى والمعتقلين فيه، تدير مشاريع في مؤسسة القيادة الشابة، كما أنها أدارت عدداً من الخطط التي نفذها التوافق النسوي اليمني، منها حملة دعم دعوة المبعوث الأممي لوقف إطلاق الحرب وتوحيد الجهود من أجل مواجهة كورونا، وحملة دعم القرار 1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام، وحملة مشاركة النساء والشباب في العملية السياسية، وحملة دعم النساء في القيادة، وعدد من الحملات التي نفذها التوافق النسوي اليمني من أجل الأمن والسلام ومجموعة التسعة النسوية وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب اليمن. أهلا بكم من جديد، ومع مسارات السلام في اليمن والعملية السياسية نرحب بك من جديد أستاذ هناء مقبل. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ هناء. سنتحدث في هذه الحلقة عن مجموعة من المسارات المختلفة، وتحت كل مسار مجموعة من نقاط التساؤل التي يتوجب عليك الإجابة عليها، ليس كتحقيق ربما، لكن نحاول من خلال هذه الحلقات أن نتحدث عن دور المرأة اليمنية تحديدا في الفترة الأخيرة في إظهار عملية السلام في اليمن. بداية، كيف نستطيع الوصول إلى سلام شامل في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكرك جزيل الشكر. نستطيع الوصول للسلام في اليمن من خلال الجلوس يعني جميع الأطراف في على طاولة المفاوضات بالاتفاق، بالتنازل عن بعض التنازل عن بعض الإشكاليات، التنازل عن بعض الأمور حتى يتم الاتفاق والوصول إلى طاولة المفاوضات من خلال الأطراف جميعا، بما في ذلك الشباب والنساء الذي هم بدرجة أساسية من المهم جدا تواجدهم عبر طاولة المفاوضات. نعم. لنصل إلى سلام حقيقي وشامل في اليمن. هو ربما يكون الحديث سهلا، لكن الواقع التطبيقي من الصعب إيجاده. كيف نستطيع أن نجمع كل هذه الأطراف على طاولة حوار واحدة؟ إذا غلبنا صوت العقل و يعني غلبنا صوت السلام في سنصل إلى اتفاق وإلى الجلوس على طاولة المفاوضات. هو ربما يكون حلم لكن مش مستحيل. هناك أمل إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أستاذة هناء، أصبح السلام في اليمن إذا استطعنا أن نقول ربما عملا نسويا في اليمن، من أي منطلق تحملت النساء مسؤولية المشاركة في عمليات السلام في البلاد؟ النساء من منطلق المصلحة العامة، من منطلق الإحساس بالمسؤولية. النساء دائما يسعن للسلام. نعم. النساء هن الصوت الأساسي في السلام ويسعن للسلام ويتحملن المسؤولية
وحب السلام فيهن أكثر أكثر من الرجال طبعاً. نعم. النساء ليست محبات للحروب ولا تجار حروب. تجار حرب. من تقصدين إذن بتجار؟ من يسعون يعني إلى من يسعون إلى إطالة الحرب هم تجار الحروب. نعم. النساء من منطلق مسؤوليتهن من منطلق الإحساس بال من منطلق أيضا أنهن ضحايا وهن الضحايا الحرب. يعني الرجال كل واحد له تفكيره, لكن النساء هن أكثر ضحايا الحرب, فلذلك هن من يسعين للسلام. و نعم, حتى مجرد عملية السعي للسلام هي لا تنحصر ضمن الأقوال فقط, إنما تأتي بالأقوال والأفعال. هناك العديد من المبادرات النسوية التي أقيمت, هناك العديد من المشاريع النسوية. أيضا نجد أن النساء فيما بينهن البين يتفقن أحيانا على طاولة طبعاً الحوار. طبعا النساء استطعنا خاصة في مرحلة الحرب أن يثبتن وجودهن في كافة المسارات, سواء في الواقع, في الأرض, في يعني أينما وجد الفرصة أن تكون موجودة فتكون موجودة. نعم. سواء عبر أسرتها, سواء في البيت, في خارج البيت, في عبر المنظمات, عبر في أي فرصة النساء يتواجدن من أجل السلام. نعم, وكما تحدثنا أن هناك العديد من المبادرات النسوية, المشاريع, الأشياء الكثيرة التي تقوم النساء بعملها في إطار عملية السلام. كثير. منها التوافق النسوي, لو تحدثين عن دورك في التوافق النسوي, ولماذا يحدد أو يركز التوافق النسوي على المسار الأول في ضمن إطار عملية السلام؟ التوافق النسوي هو مكون نسوي تأسس في عام 2000 في أكتوبر 2015 برعاية أممية من المكتب اليو إن, مباشرة مكتب الأمم المتحدة للمرأة, وبالتعاون مع مكتب المبعوث الأممي. هدفه الأساسي هو إيصال صوت المرأة إلى مواقع صنع القرار وإلى طاولة المفاوضات. هذا هو الهدف الأساسي للتوافق. التوافق وجد أو تكون يعني لكي تكون المرأة متواجدة على طاولة المفاوضات, ووجود حقيقي ومشاركة حقيقية. نعم. التوافق من خلال تكوينه تكون يعني تكون ليكون في هذا المسار, في المسار الأول, حتى يكون له دور أساسي في وصول ومشاركة النساء في طاولات المفاوضات من خلال الأوراق الاستشارية, من خلال القضايا التي التوافق يقوم فيها, من خلال الكثير من القضايا التي يعمل عليها التوافق من أجل إيصال صوت المرأة ومن أجل المشاركة في طاولات المفاوضات. نعم. إذا كان هذا هو الهدف الأساسي للتوافق النسوي, هو إيصال المرأة إلى طاولة الحوار, برأيك ما هو أو ما هي ضرورة مشاركة المرأة في مفاوضات السلام في اليمن؟ ما الذي تضفيه له أيضا هذه المشاركة النسوية؟ هناك ضرورة, يعني ضرورة كبيرة, أو مشاركة المرأة لها أهمية وضرورة كبيرة جدا, حيث أن المرأة هي صوت العقل, هي من تفكر في القضايا من منظور غير مصلحي. يعني غير, إذا قلنا صوت العقل لا يعني أن الرجل مشارك له في صوت العقل, لا, بس الرجال ينظروا إلى القضايا من حيث مصلحتهم هم, أين سيكون. لكي نكون يعني واقعيين وحقيقيين, ولكي لا يحزن الجميع, ولكي لا يأخذ الجميع من موقف, نقول البعض. طبعا البعض. نعم. لكن النساء هدفها الأساسي هو المصلحة العامة, تنظر القضايا من جانب المصلحة العامة, من جانب على أساس الفائدة للجميع. نعم. النساء لهن منظور نسوي للقضايا, قد الرجال ما ينظروش في, يعني هناك تفاصيل النساء ينظر لها بأهمية أكبر مما ينظر إليها الرجال. نعم.
إذن سنتحدث حول مسارة عملية السلام في اليمن وما هو دور المرأة اليمنية، ولكن بعد أن نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود. عودة بكم من جديد إلى برنامج النساء والسلام، وضيفة حلقتنا في هذا اليوم الأستاذة هناء مقبل. أهلا وسهلا بك أستاذة هناء. السلام كالحرب، معركة لها حشود وجيوش وأطر وأهداف، ومن يقيم الحرب يستطيع أيضا أن يقيم السلام. دعنا نتحدث في مسارنا الثاني عن دور النساء في العملية السياسية وصناعة السلام. ماذا قدم التوافق النسوي من أجل الأمن والسلام؟ بالتأكيد هناك أهداف مختلفة ومنظومات، وكما تحدثت أيضا في الفقرة الأولى، لكن نريد أن نسهب أكثر ونتعرف على هذه الأهداف. كما قلت، التوافق النسوي تأسس ليكون في المسار الأول. برعاية أممية من المكتبة اليو إن، نشكر السيدة دينا زوربا هي الذي أسست التوافق، وكان لها الدور الكبير في إيجاد هذا المكون الذي يضم في مختلف طياته أو مكوناته، يعني من مختلف الأطياف السياسية، من الأحزاب، من المجتمع المدني، من المستقلات، من كافة المحافظات أو أغلب المحافظات اليمنية. التوافق النسوي تشكل وهدفه الأساسي هو إيصال صوت المرأة إلى مواقع صنع القرار وطاولة المفاوضات، والمشاركة في طاولة المفاوضات من خلال عضواته، من خلال مكوناته المختلفة. التوافق أيضا كان له دور كبير في العملية السياسية، حيث عمل في الكثير من القضايا من خلال الأوراق الاستشارية التي كانت تقدم إلى طاولة المبعوث الأممي أثناء عملية المفاوضات الأولى والثانية، الكويت وجنيف. عمل على القضايا التي كانت مغيبة على طاولة المفاوضات. كثير من القضايا كانت مغيبة على طاولة المفاوضات، فعمل عليها التوافق وخرج بأوراق استشارية كبيرة قدمها إلى طاولة المفاوضات، في التعليم، في الصحة، في الكثير من القضايا يعني التي لها أهمية كبيرة. أيضا التوافق النسوي كان له دور كبير جدا في اللقاءات والمقابلات التي يعملها دائما من خلال عضواته أو من خلال اللقاءات اللي يعملها مع السفراء الدول الراعية. مع مكتب المبعوث الأممي في اليمن، مع أيضا لقاءات مع الأطراف اليمنية سواء في الداخل أو في الخارج. أيضا كان له دور كبير من خلال اللقاءات والاجتماعات والندوات التي مع صناع القرار ومع الكثير من المسؤولين الذين لهم يعني لهم دراية أو لهم يعني قدرة في توصيل هذه اللقاءات. كان يوصل يعني من خلال هذه اللقاءات يتم توصيل الكثير من الرسائل. نعم. التي التوافق يريد أن يتم إيصالها إلى المجتمع الدولي، إلى السفراء، إلى الدول الراعية، إلى الكثير من الجهات. قام التوافق بالعديد يعني من هذه اللقاءات المشاريع والأنشطة خاصة يعني مؤخرا كان له الكثير من الفعاليات والأنشطة من خلال دعوة الأمين العام للأمم المتحدة في وقف الحرب، كان التوافق دور كبير فيها. من خلال أيضا عضواته في المحافظات يشاركنا في الكثير من الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها التوافق. جميل. إذن البعض يطلق على التوافق ربما المصطلح أو ربما تهمة بأنه نخبوي،
لماذا يطلق عليه بهذا المصطلح؟ قد يكون يعني التوافق هو لدى يعني لدى البعض، او لكن التوافق هو نخبوي، لانه يعمل مع يعني ليس بالمعنى الذي هو يطلق عليه. نعم. التوافق خلق ليكون نخبوي لكي يعمل مع 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 في المسار الاول. نعم. مع صناع القرار، مع النخب، مع النخب المختاره او مع النخب الموجوده على على والاطراف الموجوده، لذا يطلق عليه التهمة هذه. لكن هو في الأساس هو يعني أهميته وضروريته من هذا المنطلق، فهو يعمل في المسار الأول أكثر من أي مسار. نعم، هناك فارق إذن بين كونه يعمل في المسار الأول أكثر من أي مسار آخر، وبين أن نحدد بأنه يعمل فقط في المسار الأول. هل نستطيع أن نقول أنه يعمل مع مجموعة مختلفة من القيادات الموجودة في المجتمع المحلي والدولي؟ هو هدفه الأساسي المسار الأول أو طاولة المفاوضات وإشراك النساء في صناع القرار وطاولة المفاوضات. نعم. لكن أيضا يحمل التوافق الكثير من عضواته التي تعمل في المسارات الثاني والثالث. نعم. حيث أن من خلال المنظمات التي ترأسها النساء هي أساسا عضوات في التوافق، فلا يعمل بشكل مباشر على في المساعدات او الاغاثات او، لكن يرصد هذه الامور ويعملها من خلال عضواته منظمات العضوات. نستطيع ان نقول انه قريب من ارض الواقع في كل المجالات ربما، لكن كما قلتي انه يركز على المسار الاول. اذا ما هو دور التوافق النسوي حول اجراءات بناء الثقه؟ التوافق النسوي ايضا لديه او عمل في هذه القضايا، لديه دور كبير في هذا المجال من خلال ما قام به، سواء كاصدار او كالخروج باوراق استشاريه في اجراءات بناء الثقه كالاسراء والمعتقلين، وايضا المعابر. كان له دور في هذا، فقد خرج التوافق بورقة استشارية تم تقديمها المكتب المبعوث في مفاوضة الكويت. ومؤخرا ايضا عمل التوافق بشكل كبير جدا، وسع يعني عمله في اجراءات بناء الثقة من خلال مبادرة قامت بها عضواته، مبادرة اسمها مبادرة عفو في الأسرى والمعتقلين، حيث قامت هذه من خلال هذه المبادرة بالعمل على إخراج المعتقلين. نعم. يعني يمكن في حدود 8 أو 9 معتقلين تم إخراجهم بوساطة من عضوات التوافق من خلال هذه المبادرة. وكان له دور كبير بحيث مقابلات الوسطاء المحليين من الأطراف، يعني الأطراف التي لها أو الذي هي مسؤولة على هذا الملف، تم مقابلتهم من التوافق، وأيضا تم مقابلة الوسطاء المحليين والتشبيك معهم من أجل إخراج بعض المعتقلين من خلال الصفقات التي يقوم فيها. ومؤخرا التوافق أيضا كان له دور في التشبيك من أجل القيام بالتعاون مع الوسطاء من أجل الدخول في الصفقات إخراج الأسرى والمعتقلين. نعم. إذا يبدو أن كل هذه المشاريع، كل هذه المبادرات، الأنشطة، أيضا الفعاليات التي أقيمت، الخطوات أو الأهداف التي حققت في التوافق النسوي لم تأتي من فراغ، إنما هي جاءت من توليفة من مجموعة من النساء المختارات من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، من مختلف الجهات، التوجهات، الأطراف. هل نستطيع أن نقول أن هذا الأمر خدم التوافق النسوي أم خلق فيه فجوة معينة ربما يعني لم تستطع النساء حتى التعامل معها؟ بالعكس، كان هذا هو القوة في التوافق، أنه تكون من هذه التوليفة أو الخليط اللي ربما خليط يعني يفتقر إليه أي مكون آخر. نعم. التوافق يعني يضم في عضواته يعني في الحزبيات. الحزبيات التي استطاعن من خلال عضويتهن في التوافق أن يكون لهن دور وصدى، واستطاعن أن يبرزن من خلال التوافق أكثر ما برزن من خلال أحزابهن أنفسهم. يعني كانت لهم مصدر قوة. كان أيوة، كان له كان يعتبر التوافق بالنسبة لهن هو
البوابة أو هو يعني المتنفس أو الذي المنفذ الوحيد المنفذ أيوة المنفذ الذي استطاع من خلاله إنهن يعملن أكثر من من أحزابهن. أيضا المستقلات لهن دور كبير جدا في 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 عضويتهن في التوافق، ولهن دور رؤساء رئيسات منظمات المجتمع المدني أو من لديهن منظمات مجتمع مدني، لهن أيضا دور كبير من خلال هن عضوات في التوافق، وأيضا عملهن في منظماتهن له أيضا دور كبير جدا. أيضا تنوعه في من كافة محافظات الجمهورية، حيث أنه التوافق في أي مكان يعني يكون في طلب أو إننا ننفذ أي نشاط، فمن خلال العضوات التي متواجدات في المحافظات أيوة في المحافظات يتم تنفيذ النشاط والتشبيك بينهن. أيضا الشباب المتواجدات في التوافق، يعني الشابات المتواجدات في التوافق لهن دور كبير جدا، والتوافق كان أيضا متنفس او كبير جدا للشباب، واخذن خبره كثير ايضا من النخب المتواجدات او العضوات التي لديهن خبره كبيره اكبر. ايوه فتجدي ان الشابات في بدايه العضويه غير يعني اصبحن الان اكثر خبره واكثر قدره واكثر اداء، وذلك من خلال هذا الخليط الجميل. اذا سنتحدث نحن واياكم مشاهدينا الكرام مع الاستاذه هنا مقبل عن سيناريوهات العمل المدني والمجتمعي ايضا لخدمه عمليه بناء السلام، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد في برنامج النساء والسلام، البرنامج الذي نحاول أن نلتقي فيه من خلاله مجموعة من القيادات النسوية وأن نتعرف على أدوارهن في بناء عملية السلام في اليمن. ضيفة حلقة اليوم الأستاذة هناء مقبل، أهلا وسهلا بك من جديد. أستاذة هناء، لو تحدثنا عن سيناريوهات العمل المدني والمجتمعي لخدمة عملية السلام في اليمن، اجتمعت النساء في حملات ضمن تحالف مجموعة التسع النسوية، ما هي الحاجة لهذه المكونات؟ التوافق كما أسلفت أنه تكون في بداية يعني في نهاية 2015، لكن في بداية 2019 تم تكوين المجموعة التسعة النسوية، وهي مكونة من منظمات ومبادرات ومكونات نسوية. نعم. من أجل وذلك ضمن القرار 1325، القرار الذي هو أصلاً المرأة والسلام والأمن، هذا القرار ومن أجل دعم المرأة في العملية السياسية من خلال المشاركة والحماية والوقاية. المكونات النسوية هذه كان لها دور كبير جدا في العمل والمدني وفي بناء السلام والدعوة إلى السلام من خلال الحملات والأنشطة التي قمنا بها، وكان لها صدى كبير يعني وقوة كبيرة جدا، حيث أنه وصل صداهن أو وصل يعني قوة العمل هذا كان له تأثير كبير في حتى على مستوى المجتمع المدني، حيث أن اللقاءات التي قامت بها النساء من خلال هذه المكونات من خلال الأنشطة مع السفراء مع صناع القرار مع الدول السفراء الدول الراعية أدى إلى معرفة العمل النسوي بشكل أكبر جدا، وكيف تعمل النساء في وتدعو في بناء السلام من خلال هذا المكون. نعم. ومن خلال الأنشطة التي قامت بها. تحدثي عن دور منظمات المجتمع المدني، هل نستطيع أن نقول أنها ساهمت في دعم مجال المرأة وأيضا إظهار أدوارها بشكل أكبر؟
طبعا المنظمات لها دور كبير في هذا الجانب، حيث ان العمل الذي تقوم به خاصه المنظمات النسويه من خلال دعم النساء، من خلال التدريبات، من خلال التاهيل والتدريب للنساء واخراج وللشابات والعمل من خلال ايضا في القرار 13-25 وفي التوعيه في للقرار وكيف ان هذا القرار يخدم النساء وله دور كبير في ذلك. فايضا المجتمع المنظمات من خلال تنوع اعمالهن كانت داعمه كبير جدا للنساء، والنساء ايضا استطعنا بقوتهن ودعوتهن للسلام وعملهن ايضا يشكلن يعني مع المجتمع المدني قوه كبيره جدا. نعم، إذا كل هذه الأنشطة التي تقوم بها المرأة اليمنية أو النساء اليمنيات تؤكد على أن للمرأة اليمنية دور أساسي ومهم وفعال في عملية السلام في اليمن، لكن إذا حاولنا أن نتعرف ما الذي تحتاجه المرأة اليمنية أو ما الذي تحتاجه النساء اليمنيات بشكل أكثر كي يكون أكثر تأثيراً على مسار القضايا اليمنية؟ ما تحتاجه النساء يعني بشكل أكبر هو الدعم بشكل أكبر، وأيضا الجانب الإعلامي والحضور الإعلامي وتسليط الضوء على قضاياهن إعلاميا وعلى ما يفعلنه النساء وعلى الدور الذي تقوم به النساء بشكل كبير جدا. مؤخرا كان لهذا الدور يعني لهذا تسليط الضوء إعلاميا كان له صدى كبير جدا من خلال الأنشطة التي قام بها التوافق والمجموعة 9، وكان الإعلام يعني بشكل كبير له دور في إظهار هذه القضايا الذي هي دائما ما تكون مغيبة، يعني دائما ما تظهرش المرأة، يعني تشتغل تعمل لكن عدم ظهورها في الجانب الإعلامي لا يؤثر، غير موجودة الصدى، هذاك الصدى يعني كثير من القضايا، كثير من النساء يعملن لكن بدون ظهور إعلامي، بدون يعني بالصدفة يعني قد نعلم. مؤخرا لما اتجه العمل وعرف ان الاعلام له دور كبير جدا وكان للتوافق يعني صدى كبير جدا في هذا الجانب من خلال عضوته، من خلال المسؤوله الاعلاميه نشكر الاستاذه وداده البدوي، فهي كان لها دور كبير جدا في تسليط الضوء على التوافق وظهوره وبروزه بشكل اكبر، يعني رغم انه من نهايه 2015 لكن في 2020 و2021 او من نهايه 2019 برز بشكل كبير جدا اكثر. نعم. ايوه وظهر صداه اكبر ومن خلال الاعلام وتسليط الضوء في هذا الجانب. نعم استاذه هناء، قدمت النساء العديد من الاعمال في الجانب الاغاثي، هل اعطاهن ذلك حضورا مميزا بين اطر المجتمع او اعطاهن حضورا مجتمعيا افضل ان صح التعبير؟ طبعا النساء حيثما وجدت فهن الافضل. يا إلهي. النساء اشتغلنا في الجانب الإغاثي وفي المساعدات من خلال منظماتهم بشكل كبير جدا. نعم. وقلما تجدي انه او سمعتي عن وجود فساد او وجود صحيح في الدوائر النسائيه وانا نضع خطين تحت هذا الامر. اكثر ما هو اذا كان المنظمه كلها رجال، لكن يعني بعض الرجال لا لان النساء فعلا يعني النساء الحس المسؤوليه وحب السلام وحب العمل له دور كبير جدا، يعني النساء ما يفكرنش في المصلحة الخاصة أكثر ما من المصلحة العامة يعني، والدعوة للسلام وأن هذا الأمور اللي تقوم بها من خلال العمل الميداني من خلال المساعدات والإغاثة هو أيضا نوع من أنواع السلام في المجتمع المدني وفي المجتمع المحلي ونوع من أنواع السلام الحقيقي يعني. جميل، إذا من كلامك هذا نستنبط السؤال التالي، هل المجتمع المدني خدم النساء أم أن النساء هن من جعلن المجتمع المدني أقوى بما قدمناه من أعمال؟
هو يعني النساء خدمنا المجتمع المدني بشكل كبير. يعني المجتمع المدني له دور، يعني دور في ظهور النساء والنور المتنفس أو المنصة أو المنبر الذي من خلاله استطعنا النساء إبراز وجودهن والعمل فيه بشكل أكبر وخدمة المجتمع بشكل أكبر جدا، فشكلنا قوة للمجتمع المدني. نعم. يعني النساء بأعمالهن كانت أيضا رافد وقوة للمجتمع المدني بشكل كبير جدا. إذا أستاذ هناء، تقييمك أخيرا لأداء المنظمات الدولية والمجتمع الدولي في دعم حضور النساء ومشاركتهن في العملية السياسية. المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لها دور كبير في حضور النساء، أولا من خلال القرار 13 و25 وإصدار مجلس الأمن لهذا القرار الأممي الذي يدعم مشاركة النساء في العملية السياسية وفي مشاركة فعالة. أيضا المجتمع المدني يعني أو المنظمات الدولية والمجتمع الدولي كان له دور كبير جدا في دعم النساء ومن خلال دعمهن في تنفيذ الكثير من الأنشطة والعديد من الأنشطة التي تقوم بها المنظمات المحلية أو المكونات النسوية. حيث أن المجتمع المدني أو الدولي يعني إحنا كتوافق نسوي كان له دور كبير جدا في 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 او دعم لنا دعم كبير جدا من خلال مكتب الامم المتحده للمراه ممثلا بالسيده دينا زربا، حيث ان هذا الدعم استطاع التوافق والمكونات النسويه والمجموعه التسعه من خلاله الظهور بشكل كبير جدا، مقابلة عمل اللقاءات المهمة، توصيل رسائل مهمة من خلال اللقاء بمكتب المبعوث الأممي، من خلال لقاءاته في الخارج بالكثير والعديد من الفاعلين الدوليين كالسفراء الدول الراعية، أيضا سفراء المنظمات الدولية يعني الكثير من الفاعلين الدوليين الذين لهم دور أساسي في العملية السياسية في اليمن. جميل. إذا أستاذة هناء مقبل، كنا سعداء جدا في تواجدك معنا في برنامج النساء والسلام، وتعرفنا كثيرا عن التوافق النسوي ودوره أيضا في العملية السياسية في اليمن. نتمنى لك التوفيق أنت وكافة العضوات الموجودات فيه. ختاما كلمة أخيرة تودين إضافتها في نهاية هذا اللقاء. أشكر يعني القناة السعيدة، وأشكر شكر خاص لهذه البرامج التي فعلا تسلط الضوء على القضايا النساء وتدعم النساء بشكل أساسي في إبراز أدوارهن وفي إبراز العمل وإظهار العملية أو بناء كيف النساء تعمل في بناء السلام بشكل كبير جدا. الشكر الجزيل لكم جميعا. يعطيك العافية. نحن أيضا نشكرك على تواجدك معنا، ونشكر كل المشاهدين الذين تابعوا حلقتنا لهذا اليوم، ونؤكد دائما أن المحافظة على السلام أهم وأقوى من صنعه. إلى أن نلقاكم بإذن الله في حلقة أخرى، لكم من أطيب الأمنيات. إلى اللقاء.